ابو العدس والقران اشبعهم بيبسي اغرقهم بيبسي. شايف التانكي؟ التانكي التانكي شايف اللي مساحة التحرير؟ ادرس بيبسي مو بس سكه مول ايران، والله مو بس سكه اشبعهم بيبسي. عادي عادي يضربونا طلاق يضربونا. تعرف ليش اصلا البيبسي مفيد للشعر مفيد للوجه؟ فعادي عادي من يتم من يتم عادي. وبالنسبه لاهل التيك توك، اهل التيك توك اني اخذكم كفيله، بنزينكم احتياجاتكم كلها علي. هسه رايحه بنزين اهل التيك توك راح اطلعه مال شهر، اوكي؟ كلها علي ابو العدس. عبالك بس انت تمول ايران لك انشغلت كافعت الشرف. على ابوكم لابو جابكم علينا لابو الخير ما بيكم يا سفله يا عجم يا نجس. يا هذا كل حرب تربالي قول بانزي انت قول بانزي طبيب. بس اكو دكتور ايش قال لي بوسط المدخل تتراجع من هذه البخاخ اللي بخاخ استخدمه لما الشخص يختنق. بس قال لي هذا استخدامه ترى مو زين وانما اذا استخدمناه للمتظاهرين لمن يستنشقون الغاز راح يسحب هذا راح يسحبه يستنشقه لازم ما يرجع للدخان. ليش؟ لانه هذا شو يسوي؟ هذا يفتح مجرى التنفسي ويوسع. اذا احنا راح نعطيه اياه راح يوسع بعد مجرى التنفسي عندنا، ما راح يرجع للدخان، راح يذنب يستنشقه بعد بسهوله اكثر، راح يأذي. فانا يعني الكل قال لي انه هذا اذا استخدمنا المتظاهرين ممنوع المتظاهر يرجع ببسط الغاز. تمام؟ وقبليها عاد لا تضحك يلا يلا